صباح الخير. عسلامة، تفضل. أنا عادل منافق، بربي ريم بنت سويل من السيساوي. أنا هي ريم سيساوي، لاباس؟ تنبيه استعجالي، ماذا بك تعطيني بطاقة تعريف تصحح لي على الاستلام؟ على شنو باش نصحح لك؟ على خروج من برتنان هذا والمجازان تاع المنار، وفيدك شهر قبل ما يلتجئ سي فريد للمحاكم. نعم، نخرج من حانوتي وبرتماني ووعد البيع اللي ما بيناتنا. أجل محدد للوعد وفاء. ما نقولش بيا الراجل توا شهرين ما عادش يهز عليا تليفون وما حبش يقبلني. كنت تحب قبل ما تصحح طلع على القائمة تاع الممتلكات اللي اتهمك فيها سي فريد بحيازتها والتصرف فيها بغير وجه حق. لا نطلع ولا نصحح، وقلت سي فريد عبد المجيد نتاعك مش ريم السيساوي اللي تتهدد بالعدو المنافذين والمحاكم، وهوكا هو اللي بدا الحرب مش انا. سامحني خويا مانيش نقصد فيك. بسلامة. ألوي، صباح الخير، شكون نقول له؟ أنا كوثر بنت ونكلم فيك من الإمارات. عسلامة كوثر، دقيقة. سي فريد، كوثر بنتك طلبتك من الإمارات. كوثر، لاباس ما؟ أخي مش كنت تكلم فيها توا على البورتابلو؟ لا أنا ريم، ريم اللي كورت بها وتحب تطيشها على توليدك. كنت نستخيلك مليكة يا أخي، طلعت لي شيطان. أخرتها تبعت لي لوسي للدارة؟ يتسمى ما زلت ما عملت لك حتى شيء. مش تعرف اللي يغلط في روحه معايا؟ الشوانح نتاعهم قصبهم. جنحت في هواي غير هواك. أخي نسيت روحك شكون ومنين جيت؟ هذاك علاش أنا تو مش نهبطك تمشي على القاعة ونرجعك حفيان ورا البلايك. نعرفك يدك طويلة وما يصعب عليك شيء. ونعرف اللي القانون تخيطوا وتفصلوا على قياسك. واللي بفلوسك وعلاقاتك ترتع في البلاد كيف ما تحب. أما نعلمك اللي ريم ما عادش شكل قطوس المغامضة اللي عرفته. حقي ناخذوا منك كي نعرف نقتلك. مدام العجلة الديلانية منقوبة. ربي والله ميرسي يا عيش اختي. كرهبتي يا مدام. لبس سيسو لبس الكهرباء يا ملم مارك. ايش كثروا في البلاد؟ كل نهار بركاش كل نهار بركاش. لبس النهار. علاش كنت صبحت اليوم؟ يا غالب يا مدام في الميل ولا في البلاد؟ وسع بالك وسع بالك. علاش كنت صبحت نهار اليوم؟ هذاك هو النهار بركاش بركاش. كلمني البوليسيه برسم نيتك. تكلم وسع بالك يا مدام وسع بالك. ملم مارك أحاسيسي في عالم الإنسان عالم غريب مش عادي في البشر ألوان تاهت أحاسيسي تاهت أحاسيسي في عالم الإنسان عالم غريب مش
مش عادي في البشر ألوان في المظالم زادة في الضماير غابة وفيها الرجاء لكنه خايف من الإنسان اللي ابتلى بالمال وصار الشرف والهمة يتبعوا بالميزان تاهت 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 أحاسيسي في عالم حجر سوار لا يهمها مظلوم لا تهزها أحزان لكن مهما اختلف في العالم وتعددت مظالم يمكن في يوم تصفى القلوب واللي انحرف يمكن أحاسيسي تاهت 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 أحاسيسي في عالم مية يهديكم من هالراح هاي لف روحك لف ماضي ساعة الناس كلها تجيوا للبيرو باش نسبقوا لكم شهرية العيد بحياة راسي فريد عيادي وسنين دايمة وبحياة راس المعلمة هانا طعمنا الفم ان شاء الله تستحال عين عسلامة وينو سي فريد ما جاش معاكم ولاش تسأل عليه سيدك فريد؟ حبيت نسلم عليها كهو يا خو بخاطرك هك سلمت علينا وبصني في البركة تهنى احسب سلامك وسلم شوف يا سيدي حتى الفار بنفتو الطفلة ولا تعرف تحكي تيلي كيبو نجاز ما لقلت حياء بارشنا تعمل الخميرة في العجيب حال فمك للريح اخدم لغمي فيك هيا اكسر واحد هيا نهار هيا هذاك هو عم الطاهر على ريحة لنفة الطايحة مرفوع حتى نعمل تربي ما يتكبرش عليك لالاتك درة شاهية كسكسي بالسردوك العربي بعد شوية نحي الكفاية يا خلتاو مازال ما طابش بناتي ماكي تعرفي الا درة نسيبة سفاريت نهارة تجي للهنشية شعل فينا النار باش هواه وتليث ليا ريقي ما بين الجوجة والكوزينة والسرديق العربي وكان نقول لها راني تعبت الضيق وتسمعني ما نكره للا فايزة كانت خير منها تحبنا وما تحقرناش لا فايزة الله يرحمها مشت على روحها خلتها لها واسعة وعريضة ولت هي الفاتقة الناطقة في هنشي حتى سي فريد يسمع كان كلمتها تقول ساحراتها واللي زادك لي على قلبي وشرب اكن نمس الطاهر صا
صار يرتع ويشتح في الهنشير، تقول رزق اللي ما تم ليه. نعم الطاهر الحق ما نحملوش. لا لا تهني، حتى هو ما يحمل حد. باري باري بنيتي، فزي بدلي دبشاتك، تو نخلط عليك بعد شوي. اعطيني شوي خبز. هاي يا بنيتي خوذي. الو وي اهلا بيك جيهان. صافا صافا. اما قل لي الساعه انت وين توا؟ راني في بيتي تونس، مروحه من هنا شيرفي زورتي. دوماج في بالي قريبه. اش ثم جيهان لباسه؟ شوف راجل مرحومه اختك فريد وين راكش توا؟ ما تقوليش رجعلها. لا يا عزيزه هذي وحده اخرى ما تجيش على بالك. تتذكرها القنبله نتاع البوتوكس اللي حابه تخدم في الشركه نتاعكم وانت قصيت لها عربيه؟ يا للا مقويها، ما بردت على دا الا ما خرجت معاه وتلكنت التالي. وين قاعدين توا؟ فوتي للنجمه يا بنتي. الليدي فرس مع البيه في زمانه. شمش راجل بتولك وتنطولك وتكذب. طيب الله كان ما جيتش نخاف ربي، فيها عيد رب العالمين إن لما خليك عضع فرنك لا دورو لي. ليش شاف الطاهر ما تعرف؟ نعرفك صبيت محسوب كي صبيت بي للخدمة متاع المعلم خفتنا واللي تنرقل. نقول لك تضرب لي على الطيارة أنت وخالتك هنية معاك. خاطينا شاف الطاهر عايشوا لي صبك الصب وقال الشيف الطاهر حترف لي نهارين مش شهرين. وهاني باش نحترف ليك انت 17 يوم وهكاك لا تخلط لا على الدوار ولا على الكرش. هاي صح شد شد صح. بكثير هاني هنا. لا بالك شي غادي، ماني عارفك هنا. وانا كسر الكركار لاباس. عشان في الطاهر قد ما نجري ونجري وباقي شيء. انت مريتك تجري وتجري كفش كبه والروندة. طيب الليه لاني فاهم اكل امرأة العزيزة الغالية كيفاش حملتك. تعرف كان ما جيتش الراعي لها والراعي لك الزنفليقة ذري اللي عندك راني طردتك وبالجرنات متاعك نجيب زوز بنويت على كيف كيفك وبشطر شهريتك. صح صح قلب منظرك. وعلاش باش صح مادام قلم رصاص خدام؟ هي نحو قلم رصاص ونجبد القوم نحو. هاي خلي يا شاف هاني باش صح. انا باش نصحح. شد ها ها تاع تسق. وين ماشي؟ وين ماشي؟ اخ اخ نساوين ما نخلصوهمش، نخلصوكم كان انتوما. صالحه بذراع وذهبايا معاها. هاشني حول لبيس توحشنا كالكسكسي البنين. هاي يا ربي بارك لك فيهم. عسلامة للا. اسمعني انت، قداش مرة قلتك ما عادش تقولي للا، قولي مدام. واضحة واضحة مدام. سيدك روحة. اي هاوكا في الصالة. جيت؟ وي والامور هانيه ومريقله غادي. وانتي صافا امورك؟
وي سافا. ما نعرفش، نحس فيك قلق. نورمالمون تبدا شيخ. وعليه؟ في بالي بيك عامل قاعده في الوتيل اليوم. وانت سيادتك عين في الهنشير وعين عليا مش ياسر عليك؟ نو. انا حبيت نقول لك الثنيه اللي ماشي فيها غالطه. ما يواتيكش في عمرك وفي قدرك. شو يقولوا علينا الناس؟ سي فريد راجل فايز اللي يقول لك بنت الحسب ونسب. بعد ما تفكرها ربي راجلها صباح يطبع في فقصة قد بنته. لا عاد ما يخرجش علينا راهو هذا. وانت شكون فوض لك باش تقول لي شنو اللي واتيني ولا ما يخرجش عليا؟ حط في علمك اللي دره اللي قاعد الراعي في المرحومه. سينو راني سينو راك شنو؟ اللي في مخك ماهوش باش يصير. انت تقعد ديبا اخت مرتي وخالت بنتي دعت سيتو. ما نجمش نعرس بيك وانت اخت المرحومه. ايش يقولوا علينا الناس؟ كيما كنت تحكي قبل ما تمشي نحب نحط في علمك ومليون يفو بلو دي باسي لي ليميت اوكي. ورد بالك ورد بالك تلعب لي لعبه بنتي دعت فاهمه؟ واضح واضح سي فريد واضح. كالعادة انت ديما مدة وذنك القمعة برا الصبع عاد ندرى شكون. مدام انا جيت لهوني باش نلقط خبزتي مش باش نلقط الكلام. وي سا سو فوا زيد تراهد نزيد نرضى في صبعي انا من عش لمارك اللي كيفك تقلب من وجهي شطك وجيتك. اسمع نقول لك سي شكري انا العيش الحرفة ذيرة ما عادش تساعدني. اذا ماشي في بالك خذيتني البونيشه نتاعك باش كل مره تستحقها في حاجه باش تقضيها لك نقول لك منو هكا مضمض. انا فديت وعيت راه ما عادش ساعدني هكا. باهي لا زينب هاني سمعتك من بعد هي تتلهى باهي كل حد يمشي على روحه. لا عاد فاش قام هالكلام عزيزتي ريض لي روحك شويه اما فسر لي كيفاش نتلهى بيك وكا هو. والله كيما كل راجل يتلهى بمرته وانت ماكش خصايه ساعات باش نفهمك انا. علاش تطول في المشاور قولي بالضبط شنو اللي تحب. بالعربي قلقت انا من القاعده في الدار وحدي بين اربع حيوط ما ثم حتى حد نحكي معاه ما ثم حتى نفس اخر معايا في الدار. ما عندك الحق عزيزتي اما هاك تشوف الخدمه ما اخذت لي وقتي كل اش تحبني نعمل نسلم في اللي قدامي واللي ورايا ونشد جنبك بس سيادتك ما تغشش واخرج برا تفرهد وحوس ودور امشي طلع على داركم مثلا. انت فهمني شنو نقصد اما ذا بيك تبدل الموضوع وكان جيت الدنيا دنيا راه شكري ولد فريد عبد المجد وما ادراك. ماهيش الخدمة ما خذت لك وقتك الكل وراك قاعد تحط سيق على سيق. بالله يحسبني الله غالب عليا وفهمني بالفليقي. مانيش باش نحسبك الله غالب عليك انت بالمجد الله غالب عليك. باهي فرغت قلبك. ثلاثة سنين نقعد نستنى باش نجيب صغير انا. يا بنتي ما زلت صغيرة توا تجيب وتجيب. نحبه توا. لا توا ما عادش بكري اما ذكرني فيه الموضوع تو نحكيو فيه في الليل. الفطور اللي تري بون ان ديليس ميرسي عزيزتي. نوال ويني نوال لاباس سي فريد حيت لي شو دختي الكلهم خرجوا سي فريد لطف عليك كلم لي طبيبي يعيشك. وي تفضلي. يفضل عندك كل خير. شكون معايا؟ شنو؟ ما عادش تعقلوا صوتي. سامحني ذولي غلط في النومرو. صوتك نعقلوا ما بين اصوات الدنيا الكل. للحبس ولا غيره ينجم ينسيني فيه.
على كل حال كيما نجمت نعرف نمرو تليفونك تو نعرف ادريستك ونصفو حساباتنا. يا كملش بيك ما حبيتش تفهم. مانيش انا اللي دخلتك للحبس باش تحب نحلف لك باش تصدقني. احكيها للي ما يعرفكش. اما انا خابزك المراه اللي تهرب ليله عرسها مع صاحبها بعد ما تحط رجلها في الحبس قال شنو قال خوانجي منتمي لبستوها لي ولعبتوا لي لعبه صح عليك مشات معاك يطول ليلها وتعلف. كمال ماهوش صحيح. كمال يا كمال شبيك شديت نقص وتعاود يا اخي ما عندكش صبره. نصبر على الناس الكل كان عليك انت. بربي يا مهدي مانيش نقصتك. ايش بيه قمح بلادي عادسه وجهها مقلوع. كمال ولد الفالح خرج من الحبس توا كان يهدد فيا في التليفون ماك تعرفه مصعصع هذاك ما يبرد على ديه لما يعمل لي عمله. هذه هي مشكلتك انت مول يدخلوا الحبس يعاود يرجع حكايه فارغه هذه سهله مال كابيتو باش مجيبك ياك مرقه فيا انت سانا عندي لك خبير نيو هكا لايف ما تحبش تو نمشي على روحي. تيزي بلا بلاد مانيش في صحني. الصهيب نتاعك قلبه رخ يظهر لي بير. يزي بلا تفدليك واحكي بالرسمي. ولا بالرسمي فريد عبد الماجد جاتو اتاك لا تقرا لا تكتب. واه مره اخرى ما تقوليش مشي فيها. وي حنان وقتاش؟ اسمعني توا ما نجمش نحكي لك كل شيء. بيه توا بعد نكلمك. انت خانسة هوني وانا نلوج عليك. شد هالوزة من يدي وطلب لي شكري. شو رايك كلمته نوال؟ يا بنتي يزي من الدواء واطلبه لي. بيه لله الله يبارك. ها ألفة شو فما جديد في حكاية عرفك؟ ما فما شيء جديد ولتو ما عندي عليه حتى خبر. اما بارامون من عين عليه الزياره. قلبي معاه حتى هو داهك على روحه ومسلم في صحته. بالله بالله البارح لقيته. علاش تحلف؟ نعرف قلبك عليه. سيس على روحك. يا ألفة برجولية خايف عليه اللي يمشي فيها. شكون يملى بلاصته؟ سي الفاضل سبق الخير يعيشك. والواحد في الاخر ما ياكل كان اللي يكتب له راهو. وانا راني فهمتك. يا اخي الشركه باش تلقى بي دي جي خير منك. هذاك اش قلت حتى انا. اما المسؤوليه كبيره تعرف يا ألفة كان ولي بي دي جي ما نخليهاش بيك. ليه نعرفك كريم وانا زاده نستاهل. ادعي له ربي معه وكها. من ناحيه ندعي له وربي يعلم انا خايف على الشركه. تو انا نقول شكري ولده يملى البلاصه. ليه ما ظهر لي كان خليوها نسيبوه. شبيك راهي يختهم فايزه في حياتها كانت تملك الشطر مع سي فريد وفي حياتها زاده كان عندها عزرائيل ولا شكري. مالها شكون من نسيبو باش يشد الشريك؟ تو اسماعيل خوه نيفو باك مهندوس لا دره نيفو باك لاتر ما تفهم شيء في الجستيون. ما نحكيلكش عاد على بقيه الفاميليا اللي بري ما فيهم يهجي اسم. شنو حول بابا اليوم؟ ما تبكيش عزيزتي ولا صورتي لاباس ان شاء الله غدوه يخرج من الغياب. ربي يستر برا خويا انت يرتاح تو بيت بحذا هنا الليله. كان خليتك لدره تقابله ثلاث ايام وهي مصبره هون ناس قتلوا كل وزبه على الحيط. احنا ولاد ولا بيه وجايه من تالي فات قرناطقه خش عليها امه اللي ما جابتوش. لحظة
نورمالمون هذه تجيك. السلام سهام، اجي نشوف مع المدام يعيشك. تنجم تدخل القيسة مدام كانت حلبه. في وينك كان كامل ريحتك ما فماش حتى بورتابلوك مسكر. هو صبح الساعة الدنيا قلبت عليك. مش فاهم لاباس. ماك تعرف كي ما نشوفكش ما نسمع صوتك انتي حماك. ماك تعرف ليزونجاجمون مهدي انت جيبين السلعة للبوتيك والخلاص نتاع لي فورنيسور. والله لا عاد لاقيه وقت نروح. نارين تيح هذا صحيح هكا توا وانا نجم اخبي حاجة على مهدي جاكوار. صاحبك راجل وفايق لها راه مجال خاطر السيد نتاعك مرمي في كلينيك انتي لابدة وتقولي زونجاجمون. شنو ريم تحضر له في مرقتك عابر ولا ما في باليش؟ لا مرقتك عابر ولا مدفونة. ما نحن يا ولدي الدق في الجيف حرام. يا ريم عيني في عينك ترى. شنو توا مهدي واللي تقرر فيا؟ جيتني ماشي عطاير الحمامات مشيت نبدل في الجو ميسال شما حمامات. انا في بالي بيك في الكرم بحذا عمك الجيلاني الخضار هذا ليش بلسي فريد عبد المجد اللي انت هزيته معك في الصداق. عمك الجيلاني الخضار اللي يلعب مع الفوق الفوق كبير المافيوزية. من جبت هالحكايه الحولة ذي؟ حولة نقول لكم بيت نهار السبت. شنو توا مهدي واللي تكذب فيا؟ جبيك قمحة بلادي شعلت. ما نقصدش أنا في بالي خايف عليك لتتورطك هي ترسلك ما تلقاش كوني سلك هالك كان مهدي جاكوارك هاو. بارك الله فيك. ما اسمعني شامت لي في حكاية الكهرباء متاعي. كهربتك بح تفركت وتبعت بياس دي تاشي هذي الخبير الأول. الخبير الثاني حتى وصيلهاش من دي جي نيابة في بقعة المعلم. معناتها هي هي وكلف عدورها شدت كل شيء في يدها خويا مقويها. ريت بالله والله انا فديت كان مش عليك الزفرنك شهريه مسمار في حيط ولا راني طيشت لهم فتح الكهرباء في وجه. انت تعرفني نهار لحد نمشي نعمل ضربات في سوق الكهرباء نصور الخير والبركه. مش رصت لك النقل الجماعي تونس رواد رواد تونس وعند شكون عند الدره القرهمانه وجماعتها. تعرف ريما كان دره تشلق بيك وين ساكنه الا منين باش تعرف؟ منين باش تعرف دره؟ ما تقول ليش انت بركه هكا انا نقول لقمح بلادي خسارتك زيد هي مش لاهي بيك تو لاهي بفرخه كي جديده موند 18 طايحه مع المعلم. تعرف شنو هي الغله في عز وقتها هكا مش نورمال والله. هم ذي قداش فيسيو ساقط قول قالت هريم متيحوا فيه كان لولايا اولهم انا مش سكتت له المره هذه يزي ما مرمدني فيه البركه. تعجبني يعجبني كيف تبدا تبني يسرتوك تحط في قلبك تزيد تعجبني اكثر. قلت لك بابا تاع برشا ومش وقت فواجات توا. ديما عكسني في كل شيء. تعرفني نحب الفواجات مع اصحابي اون بلوس قلقت انا من القعده في الدار بين اربع حيوط. وانا الخلط ما تروقليش يا ليلى احسبني قديم كما تقول انت. اون بلوس انا مانيش مقصر معاك بامال دو فوا هزيتك البدال اللي عمرك شفتهم ولا سمعت بهم. تي نورمالمون تحمد ربي عيشتك هذيا حاسدينك عليها بارشا نساء. شكون نساء اللي تغبنوا على صغر سنهم كيفية؟ عرست بيها بنت 17 سنة ثلاثة سنين معاك حسبني قطعة متاع ديكور مزين بها الدار. يا اخي ماكش فيق كيفاش ولينا نتقابلوا صدفة في بيت النومة. مرأة راني نحس تفهمش معناتها نحس. الدنيا ماهيش فلوس بركه راه ماخذني توكل وتشرب وتلبس مانيش بلازما تفرش فيها ولا تابلوت معشق فيه نهار وطوله. فكرتش على قليله في بيبي يملى علينا حياتنا. قدم المره نقولك نمشيو للطبيب يصير عند لي كوب الكل راه نورمال. لا انت هبلت سبا با اليوم يظهرني في بقعه جينيكولوج نهزك لبسيكياتر خير. اي هبلت فديت تخنقت باش نترشق ما عادش نجم ويزيني من هذيك ليه هذيك ما تجيش هذيك ما ترقليش اعمل هكا ما تعملش هكا وهذيك حرام. ما حاجتيش بصياغات ما نحبش فلوس نحب على راجل يحميني راجل ينسيني في تعبي راجل يقف معايا راجل يحس بيا حيه بحذاه نتنفس. وانتي هذوما الكل ما تكسبهمش فديت منك وكرهتك.
صباح الخير عمتي. صباح الخير يا بابا. شبيك وجهك شاحب وماكش قد بعض؟ لاباس؟ لاباس عمتي لاباس. هي الحمد لله يا وليدي اللي وليت تمشي وتجي على دربوك، ربي يصفي القلوب ان شاء الله. انا قلبي صافي عمتي، اما ثم برشا ناس قلوبها كحل وماذا بها ما نرجعش انا وبابا كما قبل. انت حتى جايين لهوني قلقهم. المهم بكره راضي عليك، وانا نعرف ولدي راجل وسيد الرجال. تعرف عمتي لو كان فايزة جات حيا الدار هذه ما نعفسهاش، اما مش مهم، الفايدة كما قلت انت كيبدا بابا راضي. هاي سامحني عمتي ما عادش بكري، لازم نهز كسوة البابا باش يلبسها العشية. بس يخرج من الكلينيك؟ الحمد لله عليه نجزها. من اللي طاح خويا للمرض وانا نطلب في ربي ونقعد في الصليح، يبرى خويا ويقوم لباس، نعمل سبعة زرد في سبعة زرد ونذبح. أي نعطيك كسوي؟ ماذا بيا نعرف حساب سي فريد عبد المجيد قداش؟ وفرد مرة حضري الفاتورة. مدام سي فريد أمور واضحة، جات بلي كاسي شكري خلص الفاتورة. باهي ياسر. عسلامة باباتي. هاي الحمد لله على سلامتك سي فريد. يعيشك يعيش بنتي، انا فرحانه انا مازلت عايش لك. عارف المده اللي عديت لهنا الكل ما في مخي كان انت. عايش باباتو الغالي، ربي يخليك ليا. حتى انا قلت ما يهونش علي خليني وحدي، لطف عليك. ايامات صعيبه تعديوا علينا، الله لا يعاودهم. وطول ما انتي في غيبوبة ما نجمش سامح روحي، ما نعرفش وكان لطف عليك جرات لك حاجة، اش بس يصير فيا انا؟ سبب له انتي ولا غيرك، انا ما تهيتش بصحتي وسلمتي روحي. شنو سي فادي يا اخي ناوي تقعد متغشى عليا برشا؟ هيا عاد نروحوا لدارنا. شكون قال انا مش نروح اليوم؟ بابا ما تقوليش مازلت ناوي تقعد في الكلينيك. توا كنت نحكي مع الطبيب وقال لي يخرج، اما يلزم شكون يتلهى له بالريكلام تاعو. مش هكا سي فريدة؟ ما تشقيش روحك، فهمت انا والشكري ودي باش يجي يخرجني. انت ما تهبطش، انتم زوزوا للدار، عندي ما نحكي مع اخوكم. على خير بابا. شوف ولدي، بعد هالغسرة قعدت مع روحي عرفت اللي أنا ماشي في ثنية ما توصلش، ودرة وجماعتها غلطوني. الحمد لله عليك رجعت لدارك لباس، باقي كل ما عنده حتى معنا بابا. الله يسامح اللي كان سبب بعدك عليا في وقت اللي كان يزمك تكون بجنبي. اللي فات مات بابا، أنا بيدي نسيت كل شيء، وما فيش فايدة تذكر اللي فات وتنرفز روحك. شكري أنا توم كهب على 70 سنة وقيت باش نرتاح، وصعيب باش نلقى راحة وأنا عايش مع ناس ما عنديش فيهم ثقة، وقيت باش تاخذ بلاستي في الشركة وتقف على رزقك ورزق أخواتك. بابا هذه مسؤولية، والمسؤولية أنت خدمت مديدة في الشركة وتعرف دولبها وما يخفى عليك حد شيء. باهي بابا الله يبارك.
وعمل لي فاس تاك انت مطفي الضوء يا سيدي. تعرفش كيفاش عندك حويره خالصه من عند خوك في بار الشيف باهيش؟ علاش شنو مطفي الضوء؟ ما قلتليش علاش هزيتنا لدار المعلم عجاجه ورجعت فينا لدار عجاجه؟ علمي علمك، المعلم عطاني جواب مسكر باش نوصل للسكرتيرة نتاعو، ومنا وإليكم السلام. إيه زعما شنو فيه المصر؟ قلت لك علمي علمك. نعرفك أنت كتليكس تولي سمامة جملة. يا أخي شوف هالقساوات، كي تعرف الواش تسأل فيا. تعرفش كيفاش يا سيدي؟ بينك وبين الخبر درج واحد. يتسجل في البيرو دوردر ويتحط عليه الكاشي بتاع المعلم، ومن بعد يتعلق ويولي مشلق. وصيب المربوط خلنا نمشي. ولا يهمك، مهدي جاكوار في انتظارك. براسك. قلنا السلام عليكم. عليكم السلام. استنى ما تمشيش ريزو. هني استنى. دي استنى خير باللي يتمنى ان شاء الله برك ربي سمعنا علم الخير. لاباس ما هو؟ لا مش لاباس. خذ علق هذيه في اللونتري. ابون اهلا وسهلا مرحبا باللي جانا توا نعلقها وعلى جناح السرعه. هيا مبروك علينا سي شكري عبد الماجد، وليدها وولد الدار وعنده قفة شهيد ويخاف ربي وما تفوتوا حتى ركعة. أما من فلت حد زاد راه في ساعة قلبت الفيس تنتي بارح تصفق المعلم اليوم تصفق المعلم آخر يقطعهم لك. الله ينصر من أصبح. بمقتضى الفصل الثالث من القانون الداخلي للمؤسسة تقرر تعيين السيد شكري عبد الماجد على رأس المؤسسة بصفة مدير عام له كامل الصلاحيات بداية من يوم الاثنين 27 من الشهر الجاري. نحي راس بصلي حط ثلاث ثوم وتبديل السروش فيه راحة، أما كي تبدل الريتم يزي ملا خباير باش يهبط على جماعة كالساقة عطوا الدنيا يقلبوها. اسمع انت شوف حل حياتك، نقص شوية من الاستشوارات والأقلام الأبهدية اللي عملتهم لي في وجهك، والمرة الجاية عود اشري بزايد قماش. الرجل هذا راهو شديد اللهجة ولا كم شديد النظر. عفاف إجاني. عم سي جعفر وصل البارافور هذا سي الهاشمي في ساعة. مش بكري ما نش مستسين في البشاري قبل 27 سي جعفر. وشنو المشكل كان خرجناهم قبل 27؟ أما خير ولا يجي بي دي جي جديد يرقد عليهم؟ بالنسبة ليانا مصلحة الخدامة قبل كل شيء، يحب من يحب ويكره من يكره. حاضر سي جعفر. تفضل. سمحني مادام تفكر ما تعديليش تليفونات وماذا بيا ما يزوز لحد، مانيش لاهي. الله يبارك. وي اي في بالي توا جاتني النوت. ان شاء الله مبروك علينا. أنا راه ما عنديش مشكلة مع البي دي جي، يقعد سي فريد يمشي سي فريد يجي شكري يجي عمار كلهم كيف كيف. شكري نعرف خدمة معانا سنين هوني، أما وقت اللي خدموا معاه الكل ما شكروهش برشا. الله يعطيك الصحة، إيديك نظاف ما عندك مناش تخاف. أكاو okay.
صباحك يا كك. يعطيك الصحة حنان. صحة وبشفي ليك سي فريد. حنان اليوم ماكش كالعادة. ليه حد شي سي فريد؟ هذا يقولوا للي ما يعرفكش مش لينا. بابك العادة مرجني يحب على الفلوس. كيفاش؟ تتو ما عندي جمعة ما اللي يعطيتك 500 دينار فوق شهريتك. عندك الحق سي فريد. أما بابا كيما المنشار طالع ياكل هبت ياكل. أنا بصراحة كرهتها دارنا، ما عادش نحب نعيش في الدمار. باهي يا أخو. يعيشك سي فريد. الله لا ينحيك عليا. عسليمة مدام. عسلامة فوفا. عسلامة. هاي الحمد لله عليك فخرجت من بيت النوم. أما مش ريح عليك البرا. شنو دعت؟ ديما متعبة خالتك بالهزال المكتبة؟ وأنا عندي أغلى منها. محسوب هي في مقام ولادي ريان وياسمين ولا حتى أكثر. ما عادش تشقي روحك منه هيك شوفير يوصلها. بابا أنا نحب تتهدورة تزني وتجيبني. هذيك توا ماماتي لحنينة. مش هكا تتا؟ هاو كاين ابوك مش مصدقني. حق بابا يا اخي وين الكادو اللي قلت باش تجيبهولي؟ كي تجيب لي معد الباهي المره الجايه نعمل لك اعز كادو. ما تقوليش شنو معناتها نسمي شكري ولدك بي تي جي على الشركه؟ وانت شنو اللي حرق شعيرك؟ العيب كيف تنسى اللي عملته معاك المرحومة فيز أختي واللي عملناه معاك أحنا. هذا يكفونا بعد ما تعبنا وشقينا معاك باش وصلت اللي وصلته توا. تشوحنا على طول يدك افيك توت ان غراتيتود. أو ستوب. بوسيبل اللي أنا عملت غلط في حياتي، أما بعمري ما كليت حق واحد في الدنيا، والناس الكل تعرف، وأنتوما بالذات تعرفوا مليح اللي خذيتوا حقكم بالكامل وبزيادة. فريد رقعت برا. أنت خالد دعت؟ أوكي. انت تحبه ويتحبك اوكي، اما حدك غادي قاعد تغلط. راهو كيف تبعد في نسابك ولا دره ما عادش عينيك في الشركه وما تتهنى كم بيه. شوف فريد هذا الكل ما تنساش اللي هو من تلك اختي. حتى انا هذا كش كان في بالي، لكن انا ماني سيدي تاتا نوبل. ورزق اختك ومال اختك مشى معاها، وكانك على المنبه نتاعها في الهنشير ما مشاش في كرش عدورة أو كعند عدو عندي أنا بريتو انتيش دخل. ونحب نزيدك حاجة فرد مرة باش تتهنى وترتاح وتعرف حجمك الحقيقي في الشركة بتاعنا. الشركة كانت باسمي وباسم فايزة الله يرحمها، وتوا بيني وبين ولادي الأربعة. أيوة عرفت وين تحط ساقيك وتتهنى على رزقك. وإحنا جماعة فايزة وعلى رأسهم أنا جايين أوفر وفات مهمتنا. اوكي فريد اوكي، اما يجيك نهار وتندم. انا نعرف عارك وخنارك، نعرف مصانك شنو اللي فيهم. هذيا مانيش الاخرين اللي تقلق منها تبدلها. اون فا فواغ اون فا فواغ.
أحاسيسي تاهت أحاسيسي في عالم الإنسان عالم غريب مش عجيب تيجي البشر أجوان تاهت أحاسيسي تاهت أحاسيسي في عالم الإنسان عالم غريب مش عادي في البشر ألوان في المظالم زادة في الضمائر غابة وفيها الرجاء لكنه خايف من الإنسان اللي ابتلى بالمال وصار الشرف والهمة يتبعوا بالميزان تاهت أحاسيسي في عالم حجر سوار لا يهم ذا مظلوم لا تزهى أحزان لكن مهما اختلف في العالم وتعددت مظالم يمكن في يوم تصفى القلوب واللي انحرف يمكن أحاسيسي تاني أحاسيسي